ابتديت غنى من وانا عندي 11 سنه. اتدربت طبعا في اماكن كتيره جدا. اول حاجه ابتديت فيها اوبرا دمنهور عندنا في البحيره. اتدربت في البحيره في كذا مكان, في قصور ثقافه وفي وزاره شباب ورياضه وكده. وجيت طبعا القاهره هنا اتدربت مع سليم سحاب واتدربت مع دكتور مصطفى محمود وكذا حد يعني. عموما خدت كذا مره مركز اول على الجمهوريه في كذا مسابقه هنا يعني في القاهره. ودي يعتبر اول مره ليا هنا في الفرقه يعني, ومبسوطه جدا جدا يعني الحمد لله. وربنا يكرمهم دايما ويكرمنا جميعا. تاريخ الفني كله بشجع المواهب الجديده وبقدمهم سواء في التمثيل او في الاخراج او في جميع مناحي الفن يعني. فالنهارده انا سعيد جدا ان انا موجود في الاوبرا في سينما الحضاره في حفله الاستاذ العازف القدير محمود فرج. وزي ما احنا سامعين كده شايفين اصوات جميله واصوات تبشر بالخير, ومصر ولاده دايما باجيال واجيال واجيال. النشاط في الاوبرا واضح جدا جدا بجميع يعني سينما الهناجر ومسرح الهناجر والمسرح الصغير والمسرح الكبير, شيء رائع جدا. ونتمنى يعني الاحسن والاحسن ان شاء الله. طبعا احنا جينا هنا اتمرنا مع دكتور محمد عبد الستار في مركز تنميه المواهب في الاوبرا. طبعا الاوبرا دي اهم مكان بالنسبه لاي فنان يعني. ما انا بعتقد ان اللي ما بيغنيش في الاوبرا ما بيغنيش. الاوبرا دي هي الاساس, واللي بيغني في الاوبرا بجد بتوصله يعني. هي كل الموضوع عايز بس اجتهاد. وطبعا احنا نشكر الدوله والقياده الحكيمه فتحت لنا الاوبرا دلوقتي والمسارح. ما كانش بيحصل الكلام ده زمان يعني. احنا بدانا نشوف المسارح كلها بتتفرح, قصور الثقافه يعني. انا دلوقتي بروح اعمل بروفات وحفلات في قصر الثقافه ترد الفرج. بنعمل حفلاتنا دلوقتي في كل الاماكن وبشكل حضاري وجميل, وفي تطوير للمسارح بشكل غير مسبوق يعني. انا اتفاجئت بمسرح رود الفرج حاجه يعني جميله جدا وقيمه وبتستوعب كل الفنانين. دعم للفن جدا, وبحب الفن جدا, ودعم للشباب الجديده, ومن عشاق الفن القديم جدا جدا, وبحب الفن القديم جدا 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 يعني, لان بنشوف فيه هو غذاء الروح فعلا. فتملي احنا بنستفاد من غذاء الروح. وانا بتمنى وبدعو الشباب الجديده ان يلجا للقديم ويبص له, يبص الاغاني ويبص لمعاني الكلمات. فانا بدعم الشباب وبقول لهم يا ريت اتمنى تبصوا للموسيقى القديمه والفن القديم وتاخدوا بيه امثال, لانه عايش معانا لغايه دلوقتي. بعرف ازاي ان الفن عايش, ان انا بسمعه كل شويه وما بيقدمش وما بيكبرش في السن وما بيعجزش, فكل شويه بنسمع الاغاني القديمه كلها. فاحنا بنحب الفن وداعمين لكل الفنانين وفاتحين ايدينا لكل الفنانين الموجودين في بره مصر وجوه مصر. فتملي بدعي بقول يا ريت كل واحد يدعم الفن, يزود ويكتر ويكبر الفن اساسا. والفن ده هو اساسا هو ثقافه الشعوب يعني. انت ممكن تطور شعوب بتطورها عن طريق الفن, تسمحها فن راقي, تخليها تطلع فن راقي كتمثيل كاعلام كفن كغنى كطرب. ده كل التجديد عندنا في حياتنا. حضرت النهارده العرض ما شاء الله الاصوات كلها يعني حلوه, ويعني كلهم ما شاء الله سواء كبار في السن او صغيرين كلهم اصواتهم ما شاء الله يعني. والاوبرا يعني عامله لهم حاجات حلوه جدا, ويعني بجد ان شاء الله يكون في اكتشاف مواهب جديده. ابتديت مشوار الغنى وانا عندي زي 13 سنه كده. ابتديت بقى اغني في اوبرا دمنهور, قصر الثقافه, شاركت برضه هنا في اوبرا القاهره وفي اماكن كتير يعني. النهارده الحفلة كانت مميزة جدا, كان فيها بنات جميلة جدا وشباب زي الفل. نتمنى ان يعني يسلط الضوء اكتر على الاوبرا وحفلاتها, وفيها مواهب بجد جميلة نتمنى انها تطلع للنور. طبعا بنتمنى ان هو يكون في تنمية اكتر للاوبرا وفي القاء الضوء عليها اكتر, وان الشباب اللي هنا اللي بيعملوا حاجات كويسة وبيأدوا حاجات كويسة يظهروا للنور اكتر. بدأت في مجال الفن من وانا عندي بالظبط 5 سنين, بغني في دار الاوبرا المصريه, بغني في قصر ثقافه دمنهور, بغني في اوبرا دمنهور, غنيت في اماكن كتير جدا جدا. انا سافرت بره مصر, سافرت المغرب, مثلت مصر في المغرب طبعا هنا الاوبرا المصريه مع الدكتور محمد عبد الوهاب, مع الدكتور محمد عبد الستار.